السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء التشادية ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية. شهدت صباح اليوم كنيسة السلام مناسبة تقليد أسقف مدينة أنجمينا أدمو جيدينكار ويشاه الأساقفة من قبل ممثل باب الفاتيكان. من هذه المناسبة جاءت تكملة لمراسم تنصيب الأسقف الجديد. جرت المناسبة بحضور معالي رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبير ورؤساء المؤسسات الكبرى بالجمهورية وأتباع الكنيسة الكاثوليكية. تقرير زميل محمد حسن آدم. هكذا استهلت فعاليات مناسبة تقليد الأسقف الجديد لمدينة أنجمينا إدمون غودبيجي تينغار تلسان أو وشاه الأساقفة من قبل ممثل باب الفاتيكان الأسقف سانتياغو ديويد غوزمان، وذلك تكملة لمراسم التنصيب للأسقف إدمون جيتينغار طبقا لمجريات القداسة والترانيم الإنجيلية لأتباء الكنيسة الكاثوليكية. المناسبة كانت بحضور مآلي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير ورؤساء المؤسسات الكبرى بالجمهورية إلى جانب أعضاء الحكومة وبعض من أتباع الديانة المسيحية، وأن مثل هذه الترانيم قديما يتم تقليد أي أسقف جديد في روما العاصمة الإيطالية، إلا أنه لأول مرة قد سمح البابا فرانسوا بنقل مثل هذه المناسبة الدينية خارج مدينة روما. من ناحيته الأسقف سانتياغو ديويد غوزمان ذكر الأسقف إدمون جيتينغار بالمهمة التي أوكلت إليه، مضيفا بأن هناك مسؤوليات جسام وتحديات يجب رفعها من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، وهي نشر الديانة المسيحية وتعزيز المبادرات الرامية إلى حفظ السلام ونبذ الكراهية والتعايش السلمي بين مختلف المعتقدات البشرية. في كلمته بهذه المناسبة، أسقف مدينة أنجمينا إدمون جيتينغار جدد التزامه لخدمة الكنيسة والديانة المسيحية، كما طلب من أتباع الديانة المسيحية الوقوف معه من أجل إنجاح المهمة النبيلة إليه. هذا وكما تخللت المناسبة صلوات والترانيم الإنجيلية والتي تنادي بالمحبة والسلام ونشر ثقافة التعايش السلمي بين جميع أتباع الديانات السماوية بالبلاد.